أبنائي الأعزاء، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله، أولا يسعدني إن أنا أكون معاكم في المحاضرة بإذن الله، وأتمنى بقدر الإمكان إن شاء الله أن تكون محاضرة بسيطة، وأحاول أسهلها لكم بقدر الإمكان إن شاء الله بحيث تستفيدوا بيها وتاخدوا الماكسيمم بينفيت إن شاء الله. المحاضرة بتاعتنا النهاردة عن المينسترال أبنورماليتيز. الحقيقة المينسترال أبنورماليتيز من المواضيع المهمة في الجينيكولوجي. المحاضرة دي متقسمة نصين، نص اللي هتكلم فيه أنا اليوم إن شاء الله أبنورمال يوترين بليدنج، وبعدين الدكتور أسامة إن شاء الله بعديه هيتكلم عن الجزء الثاني من المينسترال أبنورماليتيز. زي ما انا قلت كده بالظبط، المينسترال ديس اوردرز تتلخص في المينسترال فيسيولوجي. ايه المينسترال بتاع الفسيولوجي بتاع المينسترويشن بيحصل ازاي بالظبط، والكريتيريا بتاع النورمال يوتراين بليدنج او نورمال مينسترال باترن، وبعدين الابنورماليتيز لاما البليدنج باترن ده هيتغير ويحصل فيه مشاكل in the form of abnormal uterine bleeding، أو إن البيريود هتنقطع خالص ويحصل حاجة نسميها إحنا أمينوريا. خلينا نبدأ الأول نتكلم عن النورمال uterine bleeding. وزي ما اتكلمت النورمال uterine bleeding ده يتطلب إن يكون فيه intact hypothalamus pituitary ovarian axis. الهرمونال بروفايل واللينك between the hypothalamus pituitary and ovary يكون اللينك ده شغال كويس عشان يحصل menstrual cycle every month. لازم يكون عندي intact hypothalamus pituitary ovarian axis، وده ان شاء الله هنسمعه في محاضرة الفسيولوجي بعد المحاضرة الأول. لما نيجي يعني نلقي نظرة سريعة كده على النورمال منسترال باتر، وده الكلام اللي اتقال معاكم في الراوند ومكتوب في المذكرة اللي معاكم، هو ده النورمال منسترال باتر. الايج اوف مينارك احنا عارفين تقريبا افريج 12 تو 16 years، لكن الرينج بتاعه من 9 الى 14 او 16، وانا شرحته في الراوند بالتفصيل. الديوريشن اوف ذا اكشوال بلاد لوس في الغالب from 2 to 7 days. The cycle length from 3 to 5 weeks. والregularity المفروض البيريود دي regular، ودي لما تبقى regular cycles بتبقى في الغالب ovulatory cycles. الـ amount of menstrual blood وازاي to estimate الـ amount في الافريج هو 50 to 80 ml. الديسمنوريا المفروض يكون في mild، ما يكونش في pain او mild tolerable pain، لكن احيانا بيكون في سبازمونيك ديسمنوريا او كونجستيف ديسمنوريا. الانترمنسترال بليدنج والانترمنسترال ديسشارج واللاست منسترال بيريد واهميتها في الاوستيتريكس في الجينيكولوجي، والكلام ده طبعا بيتقال كل يوم معاكم في الراوندات، لكن ده بيسميه نورمال منسترال باترن. نورمال منسترال باترن كل فيميل ليها هير اون نورمال منسترال باترن، تختلف من واحدة للتانية، لكن في الغالب within these ranges. يعني نفس الكلام ده تقريبا بيختلف من واحدة للتانية اختلاف طفيف، لكن this is a normal menstrual pattern. اي change عن النورمال menstrual pattern ده هو بالنسبة لنا احنا abnormal menstrual bleeding، abnormal uterine bleeding. ممكن تكون الابنورماليتي in amount of menstrual blood loss in the regularity of menstrual blood flow in the frequency of menstrual blood flow. ممكن يكون ال abnormality in the form of heavy intermenstrual bleeding او يكون disturbed cycle rhythm in general. عشان الحقيقه نتكلم عن ال abnormal uterine bleeding في different approaches how to approach the abnormal uterine bleeding.
انا شايف يمكن ذا موست لوجيك عشان نقدر نفهم الموضوع كويس، ان احنا ناخد الابنورمال يوتراين بليدنج ده حسب الايج. هو اسهل طريقه تقريبا ان احنا نقدر نستوعب ونفهم حالات الابنورمال يوتراين بليدنج. كل ايج تقريبا ليه الاسباب بتاعته، وكل ايج ليه طرق العلاج بتاعه. فزي ما انتم شايفين بتقسم الابنورمال يوتراين بليدنج الى بري مينوركال بليدنج بيفور ذا ايج اوف او بيري بيوبرتال بليدنج اراوند بيوبرتي وبيسموه الادوليسنت بليدنج، او في الريبرودكتيف ايج بليدنج وده تقريبا من 20 ل 40 سنه. وممكن يكون واحده عندها بليدنج ترابلز اراوند بيري مينيبوز، بيري مينيبوزال بليدنج لسه نوت يت مينيبوز لكن في بليدنج ترابل از ذا تايم. وممكن واحده تجي لك ست كبيره بوست مينيبوزال عندها بوست مينيبوزال بليدنج. يفرق قوي الايج في الايفالويشن وفي الابروتش وفي المانجمنت بتاع حالات البليدنج. عشان كده انا هتكلم عن كل واحد منهم شويه بحيث ان احنا نغطي الموضوع بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. بري مينوركال بليدنج، لو اخذنا سيناريو زي كده، البنت دي اهي young girl 8 years old brought by her mother to gynecologist office because of vaginal bleeding for 2 weeks. يعني هي عندها bleeding for 2 weeks ومامتها جابتها لك العياده. The girl states that she has not taken any medication and gives no history suggestive of sexual abuse. ما عندهاش مشكله، ما اخدتش اي ادويه من اي نوع، وما حصلهاش اي sexual abuse. And she does not complain of headache or visual disturbance or has been doing well in school. يعني هي كويسه ما عندهاش symptoms تقريبا يعني. On physical examination, she is normal for her, يعني normal growth شكلها طبيعي. Without pubertal changes. And the pelvic examination under sedation reveals a vaginal foreign body. دي الحاله الكلينيكال سيناريو بتاعنا. بنت صغيره جاي مامتها جايباها عندها فاجينال بليدنج. الفاجينال بليدنج لما انا اخذت هيستوري زي ما احنا شايفين ما فيش هيستوري اوف ميديكيشن، ما فيش هيستوري اوف سيكشوال ابيوز، ما عندهاش اي يعني سي ان اس سيمبتومز لا هيدك ولا فيجوال ديستربنسز. لما جيت فحصتها لقيتها افريج فور هير ايج البودي بيلد، وبعدين gentle pelvic examination under sedation reveals a vaginal foreign body. خلينا نتخيل الحالة دي مع بعض لما نيجي نتكلم على الموضوع pre-menarchal bleeding. Bleeding definition of pre-menarchal bleeding معناه bleeding which occur before the age of menarche. اتفقنا احنا المينيمم age of menarche is 9 سنين. اي حاجه قبل 9 سنين هنسميها بري مينوركال بليدنج. اي حاجه يعني من ساعه ما البنت تتولد سينس بيرث ممكن يكون في النيونيتال بليدنج في الشهر الاول بعد الولاده، وفي اي وقت بعد كده وانت ماشي سن سنه سنتين ثلاثه لغايه 9 سنين ده كله اسمه بري مينوركال بليدنج. يبقى اني بليدنج ديورنج ذس تايم فروم بيرث تو ذا ايج اوف مينارك is called pre-menarchal bleeding. اوكي. ايه يا ترى الاسباب اللي ممكن تخلي البنات الصغيرين زي كده يحصل معاهم بليد؟ في عده اسباب، تقريبا 7 اسباب ممكن يعملوا بليدنج في الايج ده. لكن the most common cause of bleeding is foreign body in the vagina. ممكن تلاقي سمول فورم بادي دخل في الفاجينا في الايج ده. ممكن، وطبعا الفاجينا ميكوزا ويك ونوت استروجينايزد وفرايبل، فممكن اي حاجه بسيطه تعمل اي فورم بادي صغير يعمل تروما، وانس عمل تروما هتلاقي في بليدنج.
bleeding on off bleeding وممكن يعمل infection on top فيديك smelly vaginal discharge. The commonest foreign body are ممكن toilet paper or small plastic toys. ممكن لعبة صغيرة مثلا، ممكن توكة صغيرة زي كده مثلا، ممكن أي حاجة، أي foreign body صغير. في كمان في البنات الصغيرين كده في around the age of 5 years psychological behavior ممكن تبسط لهم، ممكن بيلعبوا في نفسهم مثلا، فممكن تدوث small foreign body. فدي كمان دي normal psychological behavior بيحصل، ممكن يحصل في الإيج ده. عشان كده الفورم بودي one of the commonest causes of premenarchal bleeding and should be excluded in every case of premenarchal bleeding first. طيب يبقى ده اول حاجه احطها في دماغي كويس. تاني حاجه، تاني سبب ممكن يعمل bleeding في الايج ده valvovaginitis infection، وده بيحصل في الاطفال الصغيرين يعني سنها سنتين مثلا، سنة ونص كده، حاطة بامبرز أو مش حاطة حسب الهيجينيك ليفل اللي هي البيبي بيتعامل بيه. فممكن يحصل infection and the commonest organism here is group A streptococcus infection. ممكن يكون specific infection خاصة لو لقيت discharge اللي هي virulent discharge أو blood discharge، أشك في حاجة زي Neisseria gonorrhea أو الكلاميديا trachomatis والtrichomonas vaginalis. وبالنسبة للكلاميديا والترايكومنس common causes for infection of the female genital tract in general. ايه السبب الثالث اللي ممكن يعمل لي bleeding at that age؟ استروجين withdrawal bleeding. وايه اللي يعني زي ايه؟ ممكن زي ما انا قلت من شوية ان ممكن بنت سنها شهر بالظبط لسه مولودة، مامتها جابتها للعيادة مثلا تشتكي من ان في bleeding spotting أو mild bleeding. ده بيبقى سببه إيه؟ The withdrawal of maternal hormones. Maternal hormones during pregnancy. يبقى neonatal bleeding due to withdrawal of maternal pregnancy hormones. أو إن مثلا حبوب زي كده contraceptive pills بتاع مامتها والبنت أخذت منها حباية أو اثنين أو ثلاثة whatever وبعدين وقفت، فحصل طبعا withdrawal bleeding. فبرضه ده سبب وارد يحصل ولازم انا اكون حاطه في دماغي عشان اسهل عليه. وده كله اللي خلينا يعني الامهات تاخد بالها من الاطفال الصغيرين. ان ممكن كل دوت سواء البنت مثلا ممكن تدخل حاجه زي فورم بادي بالنسبه لها، او الهيجين بتاع البنات الصغيرين، او استخدام حبوب منع الحمل والكلام ده كله، لازم الامهات تاخد بالها كويس من البنات الصغيرين عشان ممكن يحصل مشكله بسبب الكلام. السبب اللي بعد كده ممكن يحصل تروما زي ما احنا شايفين في الصوره كده. التروما دي ممكن تكون في صوره اكسيدنتال تروما، وقعت مثلا بنت مثلا مامتها بتقول لك جابتها الاستقبال وبتقول لك البنت دي وقعت مثلا على الارض، وقعت مثلا على البسين وهي في السويمنج بول، وقعت مثلا على العجله طرف العجله على حاجه شارب مثلا وتعورت. واجد يحصل، بيحصل كتير. ممكن كمان يحصل سيكشوال ابيوز. يمكن الترم ده بالنسبه لنا او في المجتمع بتاعنا شويه قليل، لكن لا موجود وبيختلف من مكان لمكان. وده مهم جدا ان انا يعني افكر فيه. هفكر فيه حسب الكالتشر الموجوده، حسب الحاله اللي انا شايفها قدامي، اخد هيستوري كويس من الحاله. طب اشك فيه امتى؟ اشك فيه لو لقيت ان الحاجات اللي انا الليجنز اللي انا شايفها قدامي في الفحص في الديورنج اكزامينشن مش ماشي قوي مع الهيستوري بيتكلموا بيه، في اشك في الكلام، او كل شويه الاقي فورم بادي فورم بادي، ايه الحكايه؟ فممكن البوسيبيليتي اوف سيكشوال ابيوز ممكن تكون موجوده زي البنت ديت حصل لها حاجه زي كده. من ضمن الاسباب برضو اللي بتعمل بريمنارتال بليدنج بريكوشس بيبرتي، واحنا باي ديفينيشن قلنا الانست of puberty before the age of 9. المفروض ان هو ال lower limit of normal age of menarche 9. Before the age of 9 ده هنسميه precocious puberty زي ما احنا شايفين. ال precocious puberty ده ممكن يحصل بس من غير سبب، وممكن يحصل لاسباب سواء اذا كان central causes
بتويتري تيومرز او بريفرال كوزز اوفيريان اور ادرينال تيومرز اللي هم في النهايه سببهم بيعملوا ايه؟ بريماتيور استروجين برودكشن. فيبدا الاستروجين يشتغل ويحصل بادي تشينجز، من ضمن التشينجز ديت بيحصل ويزدرول بليد. في حاجه تاني ممكن تعمل بليدنج، هي حاجه ميد يوريثرال، يوريثرال ميوكوزال برولابس. زي ما احنا شايفين في الصوره ديت، ادي هنا الانترويتس، دي الفاجينال اوبننج والهايمن، ده الهايمن كده زي ما انا بشاور، وادي الفاجينال اورفيس، هنا اليوريثرال اورفيس. اليوريثرال اورفيس دي لما نشوفها في الطبيعه عندها تقريبا 2 مللي 3 مللي بالكثير، بتلاقي فيه يعني يوريثرال ميوكوزال برولابس بيسموها كوك دونت ساين، حاجه بسبب ايه ده بيحصل؟ كرونيك انكريس في الانترا ابدومينال بريشر، زي مثلا بنت صغيره بيحصل في البنات الصغيرين اكتر، عندها كرونيك كونستيبيشن او كرونيك كاف مثلا، فمع الوقت بيحصل ايفيرشن لليوريثرال ميوكوزا وتديك يوريثرال ميوكوزا برولابس، ودي لما تزيد وتقرب من بعضها ممكن تسد اليوريثرا وتعمل يورين ريتنشن، ودي بيحصل بليدنج اون تاتش، لما تلمسها يحصل بليدنج، مع مثلا لما تشطفها مامتها يحصل بليدنج، تلبسها بامبرز يحصل بليدنج، فبليدنج وزاوت ديستشارج. واحيانا يورين ريتنشن لو ممكن البيبي تيجي يورين ريتنشن. حاجه من الحاجات يمكن اخر سبب، الحاجات الفيري رير بس موجوده برضه، تيومرز اوف ذا فاجينا اور اوف ذا سيرفكس. في الايج الصغير ده، في الايج الصغير، الايج بتاع سنتين ثلاثه. ذا كومنست تيومرز في الايج ده حاجه اسمها الامبريونال رابدوميوساركوما، وبتحصل من تطلع من الفاجينال وول او من السيرفايكال وول، من السيرفكس او من الفاجينا، وتبقى جريب لايك بالشكل ده، وممكن الفاجينال بليدنج نازل ينزل كمان مع باسج اوف جريب لايك سابستنس، خلينا نشك فيه. يبقى دي ديفرنت كوزز اوف بليدنج ات ذات ايج، لكن خلينا نقول ان ذا موست كومن كوز اوف بري مينارتال بليدنج از فورم بودي ذن فالفو فاجينايتس. دي مهمه قوي. اوكي. How to diagnose and how to manage. أول حاجة طبعًا هاخد هيستوري كويس زي ما اتكلمت. هاخد هيستوري من المزر، ولو البنت كبيرة شوية ممكن أتكلم معاها. وبعدين أفحص، هفحصها كويس. الفحص طبعًا ما حدش يتخيل إن الإكزامينيشن في الإيج ده سهل، صعب. لذلك لازم يكون أندر تقريبًا، يعني ممكن أحتاج سيديشن في معظم الحالات. بل في الإكزامينيشن أندر سيديشن. أدور على إيه زي ما أنا شايف كده. ادور بس بالراحه كده، ابص الاقي مثلا ممكن الاقي فورم بادي صغير واحوشه بفورسبس مثلا، ممكن الاقي جريب لايك سابستنس كده طالعه بتاع تيومرز، ممكن الاقي في الجنرال اكزامينيشن فايندنجز مثلا بتاع بريكوشس بيوبرتي، ممكن الاقي ساينز اوف سيكشوال ابيوز، ممكن الاقي. فالهيستوري مهم والاكزامينيشن مهم. طب عايز اعمل بقى شويه انفستيجيشن عشان اشوف الكلام ده، انا شكيت في فورم بادي، فورم بادي هشخصه ازاي؟ هعمل ايمجينج، اعمل اكس راي في البلفس، الاقي حاجه زي كده دبوس مثلا ممكن يكون موجود. ممكن مثلا اعمل شكيت في حاجه ان عندها بريكوشس بيوبرتي، سواء وشكيت ممكن يكون سنترال كوز او حاجه في الادرينال او حاجه في الاوفيريان. خلاص اعمل انفستيجيشن سيوتر انفستيجيشن زي سي تي سكان اور ام ار اي of the pituitary abdomen and pelvis to look for pituitary adrenal or ovarian tumor which may cause early estrogen production. طيب تمام. How to manage طبعا المانجمنت حسب السبب according to the cause. لو في فورم بودي طيب وده انا بقول الكومنست خلاص هحاول اشيله. هشيله ازاي؟ يا اما دايركت ريموفال زي كده جنتلي واشيل بالفورسكس، او ان انا في حاجه اسمها فاجينوسكوبي. الفاجينوسكوبي ده اكيد تسمعوا عن الهيستروسكوبي، ففي منه حاجه اسمها اوت بيشنت هيستروسكوبي او مينيمال هيستروسكوبي، حاجه فيري نارو، فيري سمول انسترومنت، ممكن تدخل ترانس هايمنال، يعني ادخل بيها من الهايمن من غير ما يعمل انجل، وتعمل ديستنشن للفاجينا، وطبعا بسلايد انفيوجن،
السلايم بينفخ من الفاجينا بالشكل ده، واي فورن بودي ممكن نفس السلايم. طبعا انا متوقع الفورن بودي داخل مش حاجه كبيره، نفس الفورن بودي ممكن مع الفلويد ان فلو اوت فلو يطلع، او اشوفه قدام وامسك الفرصه واطلع بيه من غير ما اعوض الهايمن ولا حاجه، واحافظ على الانتجريتي بتاع الهايمن. طب ده لو فورن بودي. لو طبعا حاجه زي فالف فاجينايتس اكيد هتحتاج لوكال كليننج بوتاسيوم برمنجنيت واديها انتيبيوتكس. لو اليوريثرال ميوكوزال برولابس دوت ممكن تعدل الامور كونزرفاتيف برضه باللوكال انتيسيبتكس والهيجينيك ميجرز، واحيانا تحتاج سيرجيكال تريتمنت اشيل البرولابس دوت واتعامل معاه. لو حاجه زي التيومرز مثلا دي بتبقى فيري اجريسيف تيوم، فيري اجريسيف، اف نوت تريتد ايرلي ممكن ينتهي الامر ان البنت شي كان لوز هير لايف فيري ايرلي. والمانجمنت اوف ذا تيومر ديبندز على الستيج بتاعته. ده بالنسبه للبري مينارتال بليدنج. تاني حاجه بقى الادوليسنت بليدنج او بيري بيوبرتال بليدنج. البيري بيوبرتال بليدنج ده او الاسم الصح بتاعه هو الادوليسنت بليدنج بعد الايج اوف مينار. خلاص حصل مينار وبدات تنزل البيريود، زي البنت دي مثلا عمرها 12 سنه تقريبا، وبعدين بدات الايج اوف مينارك على 12 مثلا، وبعدين اول ما حصل المينارك بدات الدنيا تتلخبط معايا، بليدنج اون اوف كل شويه. ايه يا ترى الاسباب اللي ممكن تعمل بليدنج في الايج ده؟ اي حاجه ممكن تعمل، لكن في سببين مهمين كومن ان ذا ادوليسنس وكمان في البيري منوبوز. خلينا نقول يعني ايه كلمه ادوليسنس، زي ما اتكلمت انا هم شويه، ترانزيشنال فيز اوف جروث اند ديفلوبمنت بتوين تشايلد هود اند ادلت هود. يعني البنت كانت صغيره جاتها البيريود، هتاخد لها كام سنه كده لغايه ما تكبر وتبقى ادلت، فدي الفتره اللي بيسموها الادوليسنس تقريبا التين ايجرز. ال WHO حطت الايج من 10 ل 19 ده الايج اوف ادوليسنس. اي بليدنج في الفتره دي سموه ادوليسنت بليدنج، بليدنج ديورنج ادوليسنس فروم بيبرتي تو 18 او تو 19 زي ال WHO. لو اعتبرنا ان ال 18 بلس يبدا الماتيوريتي فلغايه 18 او ال WHO 19 نو بروب. طبعا بدات هي الهايبوثلاو بتويتر يوفيري اكسس يشتغل وبدا يحصل منستريشن، فمش شرط تكون ريجولر في الفتره، لسه السيستم نوت ويل working لسه في troubles فلسه في هرمونال imbalance، لسه الاوفيوليشن مش regular، عندها element of anovulation. وبالتالي the commonest cause of bleeding at that time is dysfunctional uterine bleeding. في الايج ده كله ده اي bleeding troubles في الايج ده في الغالب dysfunction، في الغالب dysfunction لسه immaturity، سميه immaturity of the هايبوثلامو بتويتر اوفيريان اكسس. طب تاني سبب بقى، تاني سبب مهم جدا برضو انهيريتد كواجيلوبس، ان البنت كانت كويسه وماشيه كويس قوي ما كانش فيها مشاكل، اول ما حصل بيوبرتي وبدا ينزل تنزل البيريود الايج اوف مينارك، فبدا يحصل عندها بليدنج ترابلز. ممكن يكون المينارك الفيرست ساين اوف انهيريتد كواجيلوبس. أول حاجة لاحظوها في الفاميلي إن بدأت البنت تنزف كل شهر، تنزف 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 تنزف، إيه سبب الكلام ده؟ نعمل انفستيجيشن لقى عندها انهيريتد كواجيلوبس. هتكلم عليها تاني بعد شوية. لكن يبقى دول أهم سببين، ممكن يكون في أسباب تانية ممكن. وارد ممكن يكون بولي سمول فايبرويد، لكن ده فيري رير، فيري رير، هو دول الكومنست كوزز أوف بليدنج أت ذات إيج جروب. ديسفانكشنال تايم بليدنج نمبر 1، نمبر 2 انهيريتد كواجيلوبس. طيب امتى اقول ديسفانكشنال انا؟ اشمعنى يعني قلت ديسفانكشنال؟ يمكن في سبب. بقول ايه اهو؟ بليدنج فروم ذا فيميل جينيتال تراكت ان ابسنس اوف ان اورجانيك ليجن. ما عنديش اي لا اورجانيك ليجن ولا عندي انهيريتد كواجيلوبسي ولا العيانه دي بريجننت. طيب هم دول اسباب، دي الاسباب الكبيره بتاع البليدنج. لا اما ان في اورجانيك ليجن زي فايبرود وخلافه، لما في انهيريتد كواجيلوبسي او بريجنسي كومبليكيشن مثلا، واحده حصل لها ابورشن مثلا،
لا عندها ده ولا ده ولا ده، في الغالب هي ايه؟ dysfunctional uterine bleed. يبقى by definition dysfunctional uterine bleeding is bleeding from the female genital tract in absence of an organic lesion. البليدنج ده is unpredictable in amount, in duration, in frequency, without cramping. Unpredictable لأنه هو خلاص dysfunction. من انتهى ما بيحصل طلبات هيحصل بليدنج اوف، ممكن يحصل البليدنج مع البيريود نفسها وتنزل هيفي، ممكن ان بتوين، ممكن الريجولار سايكلز بتبقى مور فريكوانت سايكلز، ليس فريكوانت سايكلز بس برولونجد وذاوت كرامبنج. ليه بقى؟ لان السبب بتاع الكرامبنج، السبب بتاع الديسمنوريا، البين اللي مع المنسس، ان بعد الاوفيوليشن بيطلع بروستاجلاند. البروستاجلاند بيحصل مايوميتر كونتراكشن وبينتج عنه البين. هنا ما عنديش اوفيوليشن، وبالتالي البين هتلاقي عندها بين فعلا بس منين، وذاوت ايه، عندها بليدنج انا اقصد وذاوت كلام. The most common cause of dysfunctional uterine bleeding زي ما انا قلت ايه؟ هرمونال امبالانس. سببه ايه طيب؟ سببه الانفيوليشن، لسه ما اشتغلناش، ما انتظمش السيستم كويس. Leading to prolonged unopposed estrogen effect on the endometrium. دايما في الفيرست هاف اوف ذا سايكل، لو انا مسكت المينسترال سايكل هلاقي الفيرست هاف بروليفراتيف فيز والسكند هاف ده بالنسبه للاندوميتريوم سيكريتوري فيز. البروليفراتيف فيز بتاع الفيرست هاف دي اندر ذا افكت اوف استروجين، الاوفري بيطلع استروجين على طول، استروجين 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 استروجين. الاستروجين ده هو اللي بيبني الاندوميتريوم، فبيعمل حاجه اسمها يعمل ثيكننج اوف ذا اندوميتريوم، ثيكننج اوف ذا اندوميتريوم. لكن ثيكنينج الفاظ، ثيكنينج وفي نفس الوقت ضعيف الاندوميتريوم، فما فيش بروجستيرون يبدا يبني فيه ويحصل فيه سكري ويقلبه من بروليفراتيف سكريتور، فالكون بيسموه برولونج ان اوبوزد استروجين افكت. سببه ايه؟ ان اوفيوليشن. طب ايه علاقه الاوفيوليشن؟ لان بعد الاوفيوليشن بيطلع بروجستيرون، ما عنديش بروجستيرون، تمام الحال. كونتينوس استيميوليشن اوف ذا اندوميتريوم وذ نو سكريتوري فيز. عشان يحصل سيكريتوري فيز لازم يكون سكند هاف اوف ذا سايكل اندر ذا افكت اوف بروجستيرون اللي هو مش موجود. طب وبعدين يعني؟ ان استروجين دوميننت اندوميتريوم ده اللي هو الاندوميتريوم اللي على طول شغال عليه الاستروجين استراكشرالي ان ستيبل ضعيف. وبعدين بيحصل له يبدا يحصل له اندر جو راندوم ديس اوردرلي اند ان بريدكتبل بريك داون، يبدا يحصل له بريك داون وبليدنج كل شويه، فبيسموه استروجين بريك ثرو بليدنج. How to diagnose a dysfunctional uterine bleeding؟ اولا هتاخد هيستوري. الايج مهم، انا قلت ان الايج ده بتاع التين ايجر بتاع الادوليسنس ده كومن في dysfunctional uterine bleeding. ايه الايج تاني اللي ممكن كومن في dysfunctional uterine bleeding؟ البريمينوبوزر برضه ناحيه المينوبوز الناحيه الثانيه، واحده في الاربعينات كده مثلا 42 43 45 46 عندها بليدنج، في الغالب برضه ممكن يطلع dysfunction. يبقى ده dysfunction وده dysfunction. لكن في نفس الوقت I have to exclude another causes زي ما انا قلت، يبقى diagnosis by exclusion دايما تقولها دي dysfunctional uterine bleeding diagnosis by exclusion. The exclusion of what? Exclusion of pregnancy, exclusion of organic causes, exclusion of coagulopathy. ما عنديش الاسباب الثلاثه الكبار، يبقى في الغالب دي حاله dysfunctional uterine bleeding. الحقيقه مش مطلوب منك قوي تاني انك غير انك انت تكسكلود الاورجانيك ليجنز دي، والهيستوري نفسه سجستيف اوف ان اوفيوليشن، يبقى الحكايه ماشيه في سكري ديسفانكشن تايم بليدنج. مش شرط انا ادور تاني واقول ايه هاو تو دايجنوز الان اوفيوليشن، هو دي الحته دي مهمه بس مش مهمه في الموضوع ده، يعني ممكن يكون معاكم في الامينوريا او في الانفيرتيليتي بعد كده هاو تو دايجنوز الاوفيوليشن والدايجنوز اوف ان اوفيوليشن، لكن الحقيقه مش مطلوبه مني هنا في حاله عليها بليدنج يعني. لكن هو نفس الكلام، الهيستوري هو الريجولار انبريدكتبل بليدنج، بليدنج مختلف كل شويه كده ايه، يروح ويجي الدوره تاخر تقدم، الديوريشن بتاعها بيختلف من فتره للتانيه. وقلت انا ان البليدنج دوت وذاوت كرامبنج، وقلت ليه ان هو وذاوت كرامبنج؟ عشان نو بروستاجلاند ريليز. ما حدش بيعمل بقى السيرفايكال ميوكس دي، بيقول لك كلير وثين ووتر لانه اندر ذا افكت اوف استروجين. بيضا البادي تمبريتشر شارت يعني مونوفيزك وبايفيزك، هتاخدها اكتر في الانفيرتيليتي.
مكانها ده، فما تشغلش نفسك قوي بالحاجات دي. لو انا اخدت اندوميتريال بايوبسي، يعني خدت بايوبسي من الاندوميتريال هلاقيها بروليفراتيف، ما فيش سيكريتوري تشينجز، لان ما فيش سيكريتوري تشينجز. انا قلت ايه في السكند هاف اندر ذا افكت اوف بروجستيرون اللي بيطلع بعد الاوفيليشن اللي هو مش موجود عندي هنا. في تيست بيسموه بروجستيرون ترايل او تيست. طب انت بتقول لي ان المشكله هنا ان البرولونجد ان اوبوزد استروجين افكت، الدليل ايه؟ طيب لو انا اديت بروجستين للعينين دول بيبداوا يتحسنوا، هما فعلا بيتحسنوا، فده يعني بياكد ان هو ديسفانكشن يوتراين بليد ماشي الحال. لكن يعني ما حدش هيسالك في الايه في الحاجات دي. الانفيوليشن ده ليه اسباب كتير جدا، ممكن حاجه اوفيريان كوزس، ممكن بيتويتري كوزس، ممكن هايبوثالاميك كوزس. من ضمن الاسباب يعني اللي انا ما انساهاش، الهايبوثايرويديزم ممكن يكون كوز للانفيوليشن، والهايبر برولاكتينيميا كوز للانفيوليشن. بس برضو ده انا كلمه الانفيوليشن بصفه عامه، هو ده سؤال يعني بالنسبه لكم محل سؤال يتحضر، بس مش في موضوع بليدنج. يعني ده ممكن تحضره وانت تبع الامينوريه مثلا، ممكن تسال فيه، ممكن نسال فيه في الانفيرتيليتي على اساس ان الاوفيريان فاكتور از ا كوز اوف انفيرتيليتي. لكن من ضمن الاسباب اهو الهايبوثايرويديزم والهايبر برولاكتينيميا اللي تعمل لي انفيوليشن. طب ولو عملت انفيوليشن هيبقى ما عنديش بروجستيرون، طب وايه اللي الهرمون اللي موجود؟ استروجين، برولونجد ان اوبوزد استروجين افكت اللي هتخلي لي تعمل لي ديسفانكشنال تراين بليد. ماشي الحال. يعني ممكن تخلص انت من الحكايه دي ان الانفيوليشن مهما كان سببه، مهما كان سببه، one of the symptoms of anovulation is dysfunctional tonic bleed. ده ملخص الحكايه دي بالظبط. طيب هعالج ازاي انا الديسفانكشن لو هو العيان دي عندها dysfunctional tonic bleed؟ لاحظوا انا قلت dysfunctional tonic bleeding في الادوليسنز ماشي، لكن كمان في جروب تاني في البريمنوبوزال، وممكن برضه في التشايلد بيرنج بيرنج يكون عندها واحده مثلا سنها 30 سنه عادي وعندها dysfunctional tonic bleed، بس مش كومن في الفتره دي. هو الكومن في الايجد جروب اللي هو في البيري منوبوز وفي البيري بيوبرتال او البوست بيوبرتال، ده الكومنست ايج جروبس فور ديسفانكشنال ترين بليد. لكن نفس الديسفانكشن ممكن يحصل في ايه؟ في التشايلد بيرنج بيريود عادي، واحده متجوزه عادي جدا وعندها الريجولار سايكلز وبيز مثلا وعندها انفيوليشن، فبيحصل لها ديسفانكشنال ترين بليد. فمهما كان الايج اللي بتعامل معاه المانجمنت، عايز اقول يعني المانجمنت اوبشن دي مش مقتصره فقط على الايج اللي هو الراوند بيوبرتي، لا. بس انا خاصيت ان شرحت الديسفانكشنال بليدنج في الايج ده لانه كومن ات ذات ايج، كومن ات از نوت اونلي كومن، ات از ذا كومنست كوز اوف بليدنج ان ذا ادوليسنس. اول حاجه البروجستيرون هو ناقص اصلا، يبقى انا ايه ادي الحاجه اللي ناقصه. Replacing the lacking hormone progesterone or progesterone. البروجستيرون دوت انا فعلا لما بديه بيبدا يظبط الدنيا خلاص. Regulate the menstrual flow and prevent endometrial hyperplasia. كلمه endometrial hyperplasia دي كل ما يزيد كل ما يكون في prolonged estrogen effect، كل ما يزيد النمبر اوف endometrial cells والثيكنس اوف ذا endometrium ويقلب لحاجه اسمها endometrial hyperplasia. Endometrial hyperplasia دي من انواع، في حاجات بيناين عاديه اتيبيكال ما فيهاش حاجه ما فيش مشكله بينها، لكن كمان ممكن مع الوقت تقلب وتدي اتيبيكال اندوميتريال هايبربليزيا اللي تبقى بريكيرسور فور اندوميتريال كانسر. عشان كده مهم جدا العيان ما تكونش اندر ذا افكت اوف برولونجد ان اوبوزد استروجين افكت عشان امنع الايه؟ اندوميتريال هايبربليزيا دي. ولو منعت دي معناه ان انا بمنع البوسيبيليتي اوف اندوميتريال كانسر ان ذا فيوتشر. طيب يبقى ده دور بتاع البروجستيرون، مهم جدا ان انا اعالج الحاله دي بالبروجستيرون. ما ينفعش اعالجها باستروجين بقى، هي اساسا عندها مشكله في الاستروجين، يبقى لازم اعالجها بايه؟ اعالجها بالبروجستيرون. البروجستيرون ده السورسز يعني الفورمز المختلفه بتاعته زي ما انا كاتب كده. اول حاجه اسمها النور استيرون. النور استيرون ده حبوب زي دي موجوده في السوق باسامي مختلفه. البريميلوت اللي هو حد فيكم يسمع عنه، مثلا حاجه زي السيدولوت، مثلا حاجه زي ستيلونيت. يمكن الاسامي دي ما تهمكوش قوي،
لكن يهمني ان اعرف النور إيثستيرون ده بروجستيرون او بروجستاجين. كلمه بروجستين او بروجستاجين اللي هي معناها سينثيتك بروجستيرون، سينثيتك بروجستيرون. طب انا عايز البيريود اوقف البليدنج دي حاجه وانظم البيريود، يعني تجيها كل مثلا 3 أسابيع زي كده مش بالظبط، فانا بديها 10 to 15 ملي جرام ديلي فور 3 ويكس. 3 ويكس زي حبوب من الحمل بالظبط، ريبيتد فور 3 سايكلز. يعني ايه؟ يعني العيان هتاخد الحبايه من الـ من الـ من الادويه دي فيها 5 اور 10 ملي جرام، فلو 10 ملي جرام ممكن ادي حبايه مرتين، لو 5 ملي جرام ممكن ادي حبايه 3 مرات 15. وبعدين ديلي 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 في نفس الموعد لمده 3 ويكس وتروح موقفه اسبوع، يبقى 1 ويك ريست. ال 1 ويك ريست دي تنزل بيريود فيها. وبعدين ريبيت نفس الدواء نفس الحبوب دي تاني فور 3 ويكس واروح موقف اسبوع، واعيده تاني فور 3 ويكس واوقف اسبوع، يبقى معناها انا بديه فور 3 سايكلز. دي معنى كلمه 3 سايكلز. 3 سايكلز يعني في الغالب 3 شهور. 3 شهور معناه ان البيريود هتنتظم 3 شهور. في الغالب الديسفانكشن هتتحسن مع انستراكشنز تاني، لو عادي مثلا اوفر ويت تريديوس الويت بتاعها. وري اشورنس دايما في الديسفانكشن تايم بليدنج، ري اشور العيان مفيش حاجه، ده اضطراب في الهرمونات هينتظم مطلوب كويس ماشي الحال. الحاجه الثانيه الميدلوكسي بروجستيرون اسيتيت، في السوق اسمه بروفيرا، البروفيرا تابلت ده. ده ممكن اتعاطى بنفس الطريقه دي اللي هو 4 3 ويكس 1 ويك ريست، وممكن اديه في ايه؟ في بنات بتشتكي كده في الايج ده ان البيريود بتيجي كل اسبوعين كل اسبوعين كل اسبوعين على طول فريكوينت سايكلز. اقول لها طيب اجي في اليوم ال 15 واديها الدواء ده لمده 10 ايام، يعني من اليوم 15 لغايه يوم 25، طول ما انا اديت بروجستيرون اعرف ان البيريود هيقف، ما عندهاش بريد خلاص. يعني لو البيريود دي شكوتها هي بتجيها البيريود كل 15 يوم كل 15 يوم كل 15 يوم او كل 10 ايام، معناها فريكوينت بيريود وده مش صح. مشكله البليدنج كتير ان بليدنج بلاد لوس انيميا مشاكل هتحصل، فانا باجي في نص البيريود قبل ما تحصل لها مثلا في اليوم ال 15 في البيريود لسه متوقع يجيها بعد 3-4 ايام مثلا، واروح اعطيها الايه الدواء ده لمده 10 ايام، معناها ان البيريود هاخرها كمان 10 ايام 7-10 ايام، معناها بدل ما بتيجي كل اسبوعين هتجيها كل 25 يوم كويس قوي. وبرده ريبيتد فور 3 سايكلز نفس الكلام. اوبشن تاني في الهرمونز ان انا ادي اوسيز كومبايند اور البيلز العاديه كومبايند اور كونتراسيبتيف بيلز، بس الكومبايند دي فيها استروجين اند بروجستيرون ما ننساش. الاهم اعطيها انا هي، طب ليه بديها؟ ممكن تكون موجوده اكتر ارخص الستات واخده عليها يعني، لكن هي استخدامها في الحالات دي مش كومن. يعني استخدام الاوسيز اللي هي كومبايند اور كونتراسيبتيف بيلز في علاج الديسفانكشن تايم بليدنج وخاصه في الايج الصغير ده، لا اولا سوشيال نوت اكسبتد، سوشيال نوت اكسبتد، محدش بقى في بنات بنت صغيره 12 سنه هتمشي بكونتراسبشن مفيش نوت اكسوشيال، ممكن مامتها ما ترضاش. فالكومن الادويه بتستخدم هي النور إيثستيرون على راس الحاجات بعدها الميدروكسي، لكن دي صح يعني لو طلعت الصح. طيب تمام، ايه تاني من ضمن الحاجات المهمه جدا بس برضه مش في الايج الصغير، تنفع في الايج في الاربعينات، الليفونورجسترال انتر تراين سيستم اللي هو الميرينا لوب. ميرينا ده، الميرينا ده اسمه بروجستيرون ميديكيتد ايودي، يعني ايودي لوب عليه بروجستيرون. طب وده ايه فائدته ده؟ لما انا اركبه في اليوترس انتر تراين بيبقى لوكالي، المشكله فين؟ المشكله ان على الاندوميتريوم نفسه اللي هو الاستروجين شغال عليه وعامل اندوميتريال ثيكننج واندوميتريال هايبربليزيا. طيب انا مش عايز هرمون في الجسم كله، انا عايز هرمون في الحته دي لوكالي اكتنج بروجستيرون، هو ده عشان كده بيسموه ايه؟ انترا تراين سيستم، مش جاست لوب، هو مش جاست لوب. الليفونورجسترال ده اللي هو اسم البروجستيرون الموجود فيه. انترا تراين سيستم deliver the progesterone directly to the endometrium على طول على الاندوميتريوم، فبيشتغل وافكتيف وكويس جدا
وبيقلل البلاد لوس وظريف يعني. لكن خلي انا بعيد وازيد اهو، ان الحاجه زي كده تنفع في الديسفانكشن ممتازه جدا في الديسفانكشن بليدي، لكن في الايج ايه، في الايج اللي هي مش في اليانج ايج لا، تنفع في الايج الفورتيز مثلا او في التشايلد بيلينج عادي خالص اللي عندها ديسفانكشن بليدي مش عايز اولاد في الفتره دي، ماشي اركبنا مريض، لكن مش هركبه في بنت صغيره لا. البنات الصغيرين في الغالب ميديكال اهو، ميديكال ده وده ينفع. تمام، ايه تاني تريتمنت اوبشنز؟ بيقول لك في ادويه عاديه ممكن تنفع معايا زي ايه؟ النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز وزي ترانكسيميك اسيد. ترانكسيميك اسيد ده فيري افكتيف انه يوقف البليدنج وكويس وظريف. دول الاثنين دول ينفعوا في حالات ايه؟ لو البليدنج اللي نازل ده عباره عن هيفي منسترال بلاد لوس يعني من الريجين يعني البيريود غزيره بس، يعني البيريود بدل ما تقعد مثلا اربع خمس ايام بتقعد 10 ايام، بدل ما تغير مرتين بتغير خمس مرات، هيفي منسترال بلاد فلو ديت. ات از وايز ان انا ابدا بحاجه اثناء البيريود بس، فسواء اذا كانت ترانكسيميك اسيد او النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز 4 5 days 4 5 days 5 days بتوع البيض وخلاص، هيقلل امام توك مستر بلاد لوس كويس وظريف. نفع نفع، ما نفعش ادي البروجستيرون بعدين. طيب ايه تاني برضه في الايج الكبير؟ اندوميتريال ابليجن. في حاجه بقى اسمها اندوميتريال ابليجن والتكنيكس كتيره من الاندوميتريال ابليجن، وبيقسموهم الى الفيرست جنريشن والسكند جنريشن. فكرتهم كلهم ان هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا ديستراكشن للاندوميتريوم. انا هدخل على الاندوميتريوم ده بحاجه واعمل له ديستراكشن زي اكحته اجرفه اكويه مثلا، يا اما حاجه هيت سخنه يا اما حاجه كولد اور مايكرويف. فده بيعمل خلاص بيعمل ديستراكشن للاندوميتريوم، هو ده اللي بينزف اهو، هو ده اللي بينزف خلاص، ما فيش نزيف تاني. طبعا بيولوجي كده انا فاهم خلاص ان ده ما ينفعش برضه في الايج الصغير ده، في الديسفانكشن تراين بليدنج اللي موجود في الفورتس في واحده خلاص مش عايزه اولاد تاني، يبقى انا اقدر اعمل لها اندوميتريال ابليجن. اخر حاجه ايه طب في ايدي؟ ان الامثله للاندوميتريال ابليجن ايه؟ زي ما انا كاتب كده المايكروويف اندوميتريال ابليجن، وادي الجهاز بتاع المايكروويف. الكرايو ابليجن ممكن بالكرايو، ممكن حاجه اسمها نوفا شور برضه ده جهاز بيدخل، وممكن ثيربال بالون ادخل بالون في اليوترس وادخل فيها ميه سخنه بحراره معينه اسيبها لفتره معينه تعمل كواجيليشن للحاجات اللي حواليها للاندوميتريوم وديستراكشن. كل دي في تكنيكس كتيره الحقيقه للاندوميتريال ابليجن. موضوع نفسه موضوع كبير بوست جراديوت اكتر، انت اللي يهمني فيه انك انت تفهم البرنسبل بتاعه انه ده ديسترويز اندوميتريوم باي ديفرنت تكنيكس، وده بيعمل اياتروجينيك حاجه اسمها اشر ماسون روم. اشر ماسون روم ده اللي هو ايه؟ انترا يوتراين ادهيجن، يخلي الاندوميتريوم ده بدل ما كان يعني حاجه هيلس كده وعمال ينزف ويعمل مش عارف ايه، يبقى خلاص يتحرق ويلزق في بعضيه وخلاص مفيش بليدنج ينزل منه تاني. طبعا ده مفيش منه امل تاني ان واحده تعمله وبعدين تفكر في الحمل، لا، عشان كده بعمله في الايج اللي هو البيري منوبوزل. بيري منوبوزل ما عندهاش حاجه وحاجه بناين اللي موجود، مفيش حاجه مالجنسي، فاروح حارق لها بتاع الاندوميتريوم ده واكوي بحيث انه ما ينزلش منه بليدنج تاني وهو اليوترس موجود في مكانه. وطبعا الاندوميتريال ابليجن ده حاجه نون انفيزيف يعني حاجه خفيفه ما هياش عمليه كبيره. اخر حاجه اخر اوبشن بالنسبه لي اللي هو الهيستريكتومي، وطبعا ده اللاست اوبشن شود بي ذا لاست اوبشن. ما حدش الهيستريكتومي مش حاجه الناس تستخدمها وخلاص، لا، ده حاجه لازم انا استخدمها بحساب وبرضه في الايج الكبير. تاني سبب مهم في الايج ده زي ما انا كلمتكم الانهيريتد كواجيلوبس، الايج اللي هو الادوليسنس. انهيريتد كواجيلوبس ده ممكن يكون ده الفيرست ساين زي ما انا قلته في اندرلاينج بليدنج ديس اوردرز. على راس الكوزس بتاع الانهيريتد كواجيلوبسي الفونفليبراند ديسيز، وده سببه ديفيشنسي اوف هرمون اوف بروتين كولد فون فيليبراند فاكتور، وده بروتين ريكوايرد فور بليتليت اديج. اشخصه ازاي؟ الهيستوري، لما اجي اسال امها مثلا اعرف ان هي عندها بوزيتيف فاميلي هيستوري، عندها اختها كانت نفس الكلام،
عندها مثلا bleeding from other body orifices، بتنزف كتير من epistaxis من أسنانها مثلا، كل ما تتخبط يحصل كيموزس. أعمل coagulation profile CBC وبليتلت count والBT والBTT ألاقيهم disturbed. The best screening test for von Willebrand disease إن أنا أشوف ال von Willebrand factor antigen. طبعا مش أنا اللي هعالج الحالة ديت، لو بروفد إن هي عندها inherited coagulopathy يبقى العلاج بتاعها لازم أعمل hematology consultation، هو اللي يخش معايا عشان يمانج ال coagulation problem الموجود. ال inherited coagulopathy common في الادوليسنت بليدنج، ولو العيانه دي عندها انهيرت هتكمل بيها بعد كده يعني مش هيحصل لها حاجه، برضه هي كبيره هيحصل لها بليدنج بسبب الايه؟ بسبب الانهيرت كواجيلوبس، لكن كاركترستيك للادوليسنس. طيب ريبرودكتيف ايج بليدنج، دخلنا في ايج كبير شويه من 20 ل 40 سنه تقريبا، يعني الريبرودكتيف ايج من 20 ل 40 في الغالب، من 20 ل 40 جت بنت زي كده او ست زي كده متجوزه عادي سنها 31 سنه complains of 6 months of amenorrhea of menometrorrhagia، يعني irregular uterine bleeding. البيشنت دي قالت ايه؟ she started having menstruation age of menorrhagia كان 13 سنه وكانت ماشيه كويس قوي لغايه اخر 6 شهور بدات الدنيا تتقلب معاها. she had regular cycle until the past 6 months وبعدين بدات ايه؟ بدا يحصل البليدنج في اخر 6 شهور. فحصتها وعملت باب سمير طلع نورمال. she has insignificant personal or family history، ما عندهاش فاميلي هيستوري يعني في الغالب مش كواجيلوباثي. ده البليد في الايج ده. طب ست واحده في العمر ده اول ما تجيني عيانه عليها بليدنج في الايج من 20 ل 40 سنه دي لازم افكر في حاجات رئيسيه. ايه الحاجات الرئيسيه؟ يبقى خلاص بليدنج ده فروم ذا فيميل جينيتال تراكت ديورنج تشايلد بيرنج بيريود من 20 ل 40 سنه. اول حاجه البريجنسي، لازم طالما بتتعامل مع فيميل من 20 ل 40 سنه لازم تو ثينك ان بريجنسي، بريجنسي انتل بروف اذروايز، ما كانش بريجنسي كونتراسبشن. وبعد اذر كوزز سواء اذا كان اورجانيك ليجن بيناين او مالجننت. بص انا حطيت الديسفانكشن تايم بليدنج موجود بس في الاخر، حطيت الانهيرتد كواجيلوسي موجود بس في الاخر، لازم افكر في دول الاول. اهم حاجه الاول ثلاث اسباب: complication of pregnancy of contraception organic lesions وبعدين البناين، وقفت على بناين. دول الثلاثة حاجات المهمة ورا بعض في الايج ده. المالجنسي في الايج ده رير، موجود بس رير. dysfunctional uterine bleeding ممكن يكون موجود بس ترتيبه متأخر، بعد لازم you have to exclude الحاجات دي. inherited coagulopathy لو موجودة من الأول هي موجودة دلوقتي. complication of pregnancy زي ايه؟ واحدة حامل حصل لها ايه؟ حصل لها abortion فعليها بليدنج، او سقطت في البيت وعلى كل شويه اون اوف بليدنج جايه تشتكي لك، لو اخذت هيستوري كويس هتعرف ان كان في الغالب بريجننس، اكتوبك بريجننس زي كده، او فيزيكيولار مول زي كده. دول الثلاث حاجات الكومبليكيشن اوف ايرلي بريجننسي اللي يكون معاهم بليدنج. وممكن تكون انت او يعني العين جالك ببليدنج وانت ايه يعني لازم بالهيستوري كويس هتعمل بريجننس تيست يطلع بوزيتيف، وبعدين تعمل الترا ساوند هيفيدك اذا كان ده ولا ده ولا ده، والعلاج بتاعه بيختلف من واحد للتاني حسب الدايجنوستس. لكن يو هاف تو اكسكلود البريجنسي، يو هاف تو ثينك ان بريجنسي، اي عيانه في تشايلد بيرنج بيريود جايه ببليدنج يو هاف تو اكسكلود البريجنسي فيرست، بعد البريجنس على طول الكونتراسبشن. ستات كتير جدا بتمشي على الكونتراسبشن، وفي الغالب الكونتراسبشن ده اكتر مشاكل ليه البليدنج، وخاصه مع النون كومبلاينس، يعني ستات مش ماشيه بانتظام على الحبوب دي، او في حاجات معروفه ان بتعمل بليد، سواء اذا كان كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، سواء اذا كان دي الحقنه دي الديبوبروفير الستات بتاخدها كل 3 شهور اللي هو اللونج اكتنج بروجستاجين، دي مشهوره جدا جدا في البليدنج، بيحصل منها بليدنج لان دي بروجستين اونلي كونتراسبشن. بروجستين اونلي كونتراسبشن مع الاستخدام الطويل بتعمل اندوميتريال اتروفي، فبيحصل بليدنج وبليدنج سخيف مايلد بليدنج لكن على طول موجود، وليه علاج معين بطريقه معينه. فمهم ان انا اسال هل في هيستوري كونسبشن ولا لا. واحده مركبه لوب، اكتر سبب الستات بيحوش عن بيحوش اللوب بسبب البليدنج، فاسال في الهيستوري بتاعه كويس. المرينا ده اللي لسه بنتكلم عنه من شويه هو نفسه ممكن في اول 3 4 شهور يعمل بليدنج، فلازم طبعا اخد هيستوري كويس زي ما خدت هيستوري للبريجنسي
اكسكلود البريجنسي كومبليكيشن، ثاني حاجه اكسكلود الكومبليكيشن اوف كونتراسبشن. دي في اول حاجتين كده اي بي في التشايلد بيرنج بيبي. لقيت الدوله ده خلاص ادور على اورجانيك ليجن بقى. يعني ايه اورجانيك ليجن؟ اورجانيك ليجن ده في اي حته. انا عندي الفيميل جينتال تراك دي من الاوفري فوق اليوترس سيرفكس فاجينا فالفا، كل ده ينفع يحصل منه بليدنج. من الفالفا تحت فاريكوزيتس او الفاجينا فاريكوزيتس برضه لاسيريشن تعويره تحت ولا حاجه اور تيومرز سيرفايكال ليجن بوليب سيرفكس سيرفسايتس تيومر في السيرفكس. في الاندوميتريم نفسه في لايوميوما بوليب هايبربليزيا او كانسر. المايوميتريم في فايبرويدز زي ما انا شايف كده فايبرويد ادا فايبرويد 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 بوليب هنا اهو مثلا ممكن تلاقي مثلا حاجه زي ادينومايوزس. طيب الادينومايوزس زي ده تلاقي الاندوميتريم نفسه داخل وذين زي مايوميتريا دي اندوميتريال جلاندز اندوميتريال جلاندز وبالتالي دي عامل لها بليدنج كل شويه وده مهم حاجه كومن. وادي بوليب كبير اهو مثلا موجود وده بوليب ده فايبرويدز دي ادينومايوزس. يعني في اورجانيك كوزز للبليد. الاسباب دي اسباب كتيره جدا. الاورجانيك كوزز او اسمها الاناتوميكال كوزز دي اسباب كتير. فطلع بقى الفيجو حب يقسم الاسباب دي فحط كلاسيفيكيشن سنة 2007 ودخلوا موديفيكيشن 2011 وموديفيكيشن 2018. اخر موديفيكيشن 2018. قسم الاسباب دي عشان لما تلاقوها مكتوبه في الكتاب وفاهمينها يعني. الفيجو اي يو بي سيستم اللي هو ابنورمال يوتراين بليدنج سيستم. سيستم 1 و 2 هو هنا 2 انا كاتب 2 لكن هو في 1 و 2. الفيجو ده مسك البليدنج حط 1 اللي هو غير الاسامي بدل ما يقول من الريجيا متروريجيا مش عارف زي كده انترنسول بي ديسفانكشن راح قال لا انا كل ده الناس بتفهمه غلط ومفيش ديفينيشن محدد ليه انا هسميه ابنورمال يوتراين بليدنج خلاص. فغير الترمينولوجي والديفينيشن ده الاي بي يو سيستم 1. طب اي بي يو سيستم 2 ده مسك الاسباب اوف بليدنج وراح مقسمها الى حاجه اسمها بالم كوين. كلمة بالم كوين دي يعني ده ملخص ابريفيشن طبعا. فقسمها الى الاسباب الى حاجتين. structural causes يعني حاجه اشوفها بعيني او اشوفها بالالتراساوند مثلا او بالهيستوباثولوجي تطلع لي. وفي اسباب ما اشوفهاش بالثلاثه دول لا انسبكشن ولا ايميجنج ولا هيستوباثولوجي محتاجه مور تيستنج يعني نعمل انفستيجيشن اكتر من كده. فقسمها الى structural causes ونون structural causes لكن هي دي الاسباب دي نفسها. اللي راح مقسمها هو بطريقته الفيجو. الفيجو ده اللي هو ايه؟ الانترناشونال فيدريشن اوف جاينيكولوجي اند اوبستريكس. طيب قسمه اهو ادي الفيجو راح حاطط البالم كوين زي ما هم مكاتبين كده بالم بوليب ايه ادينومايوزس لايوميوما مالجنسي وبعدين الناس نان ستراكشر كوز مش هتتشاف بالعين زي الكواجيولو بس هشوفه ازاي بالعين محتاج مور تيستنج. الوفيولاتيف ديس اوردر انا فيوليشن هشوفها ازاي بالعين محتاج مور تيستنج. اندوميتريال ليجن محتاج مور تيستنج. ياتروجينيك كوزز وبعدين نوت يت كلاسيفايد في اسباب مش داخله تبع كل دول فحطوها نوت يت كلاسيفايد. اعرف انت الاي بي يو سيستم ده واسمه بالم كوين واعرف الحاجات دي وخلاص فكره ايه الكلاسيفيكشن فكرته ايه يعني. وادي هو بالم وادي الكوين نفس الكلام تقريبا وادي الفيجو. الفيجو طبعا حاجه مؤسسه كبيره جدا امريكان من الحاجات الكبيره اللي بتحكم الطب في العالم زي الار سي او جي كده. طب هعرف ازاي بقى الاناتوميكال ليجن من بعضها؟ لازم هعمل هيستوري اخد هيستوري كويس اعمل اكزامينيشن كويس وبعدين اعمل انفستيجيشن. لو انا قلت لك ايه الانفستيجيشن تعملها يعني عيان 40 سنه عليها بليدنج هتعمل ايه؟ مهم جدا جدا انفستيجيشن. طبعا هعمل اساسا اول حاجه سي بي سي يمكن انا مش كاتبها هنا سي بي سي عشان اقول ان في بليدنج ولا لا يعني يعني عارف تقول لك في بليدنج اعمل سي بي سي اجيب الهيموجلوبين 14 ما كويس اهو في الغالب حاجه انسيجنفيكنت وممكن الاقي الهيموجلوبين 6 و7 فالسي بي سي مهمه. وطبعا لكن اهم ثلاثه انفستيجيشن اهم ثلاثه اللي هم ايه؟ ان انا اعمل الترا ساوند عشان الترا ساوند ابص على الاندوميتريال سيكنس هل هو ثيكند ولا لا؟ اشوف يوتراين باثولوجي او ادينكسال باثولوجي وبعدين
اعمل هيستروسكوبي، ابص في الكافيتي بتاع اليوترس واخد اندوميتريال بيوبس عشان اشخص السبب بالظبط. دول اهم ثلاثه انفستيجيشن، اهم ثلاثه هم كاتبهم جولدن تريات، التي في اس والهيستروسكوبي والاندوميتريال بايوبسي. طبعا التريتمنت بتاع الاورجانيك ليجن حسب السبب، ايه السبب هعالجه، في فايبرويد ادي ديفرنت اوبشنز في التريتمنت، في بوليب هعمل بوليبكتومي ودي ان سي اللي هو الاندوميتريال كيوريتاج، ادي نوميوزس مثلا هركب ميرينا لوب او هدي ميديكال تريتمنت ما نفعش ممكن اعمل هيستيريوسكوبي. يبقى التريتمنت ديبندس اون ذا كوز بتاع الاورجانيك ليجن او الاناتوميكال. طيب بيري مينيبوزال بليدنج بقى زي البيري بيوبيرت اللي انا قلت من شويه، على راس الاسباب هنا ايه؟ اهو بليدنج فروم ذا فيميل جينيتال تراك ديورنج ذا بيري مينيبوزال بيريد. ايه هي البيري مينيبوزال؟ تقريبا من 40 ل 50 في الايج ده، لسه البيريد لسه مش مينيبوز لكن اباوت تو بي مينيبوز، بس انا عشان اقول مينيبوز لازم تكون عندي عليها سنه، سنه من اللاست بيريود ما عدش سنه لسه، فده يبقى اسمها بيري مينيبوز. ايه الاسباب؟ حطيت انا بص على الوش على طول، اول حاجه ديسفانكشن بليد زي ما حطيته انا هناك في الادوليسنت بليد، ونفس المانجمنت اوبشن اللي اتكلمت عنها هي ابلايد هنا اكتر. طب ممكن كومبليكيشن اوف بريجنسي وارد، 41 42 حامل لسه وارد، كومبليكيشن اوف كونتراسبشن وارد، كل الستات بتاخد في الايج ده كونتراسبشن برضه بتاع 40 42 لغايه 45 مش عارف نفسها هتحمل ولا لا، فممكن يكون لاسباب برضه. طب ممكن يكون اناتوميكال ليجن، ممكن بناين هنا اكتر، المالجننت ستيل رير في الايج ده. طب ممكن يكون انهيريت كواجيليبسي، حاططها اخر حاجه برضه لان هي لو موجوده من الاول عند البيوبرتي هتلاقيها هنا دلوقتي. طيب لكن على راس الاسباب ديسفانكشن تايم بليد ماشي. في حاجه اخر حاجه بقى في البليد مهمه جدا، البوست مينوبوزال بليد اهو ده لوحده كاتيجوري وممكن انت حد يعني يتكلموا فيه تاني في الانكولوجي، لكن البوست مينوبوزال ده مهم في غايه الاهميه. انا هشخص امتى المينوبوز؟ اشخص المينوبوز لو عدى عليه اهو بليدنج فروم ذا فيميل جينيتال تراكت افتر دايجنوز اوف مينوبوز. امتى اقول مينوبوز؟ اخر فيديو من سنه، عدى عليها سنه خلاص. يعني احنا النهارده في شهر يناير مثلا 30 يناير، كانت اخر فيديو في ديسمبر السنه اللي فاتت سنه 20، يبقى عدى عليها سنه وشهر اهو ومفيش حاجه لغايه دلوقتي. مفيش حاجه يبقى اسمها مينوبوز، سنه او اكتر من مينوبوز. طب بعد سنه بقى جات لك العينه بايه؟ عندها بليدنج، اسميه بوست مينوبوزال بليدنج. حتى لو سبوتنج حتى لو سبوتنج مهم، مهم جدا جدا جدا. في اسئله مهمه الموضوع ده نفسه، سؤال مهم، سؤال مهم نظري، كل اللي انا قلت عليه وانا ماشي ده اسئله مهم، لكن ده في حد ذاته مهم وفي الكلينيكال مهم. ايه الموست كومن كوز اوف بوست مينوبوزال بليدنج؟ ان البوست مينوبوز خلاص ما فيش هرمونز، فبيحصل اندومترايتس، اتروفيك اندومترايتس او اتروفيك فاجينايتس، ده الموست كومن محدش ينسى، موست كومن. طب بعديه في ستات مش عندنا هنا في مصر ولا عندنا في الصعيد مثلا بياخدوا حاجه اسمها اتش ار تي هرمونال ريبليسمنت سيرم، بره الناس دي بتاخد كتير. فالاتش ار تي ده زي الكونتراسبشن كده بيلز، ممكن يحصل منه وزدرول بليدنج. فانا لو ما خدتش بالي وسالت في الهيستوري العيان ماشي على هيستوري اتش ار تي ولا لا ممكن تعدي عليا. فالسببين دول ورا بعض، اذا موست كومن الاتروفيك اندومترايتس واتروفيك فاجينايتس، وسكند كومن وذرول بليدنج للاتش ار تي. طب اللي بعد كده اورجانيك ليجن بقى، ممكن اكيد في حاجه، اكيد في مشكله هنا. شوف انا حطيت هنا ايه بالخط الاحمر مالجنس، بوست مينوبوزال بليدنج از مالجنسي انتل انليس بروفد اذروايز. اي حاجه تجي لك بوست مينوبوزال بليدنج هفكر في malignancy of the female genital tract unless proved otherwise. وبعد وده يعني الكلام ده العباره دي مهمه في ايه؟ ان should ال malignancy ده should be excluded in every case of postmenopausal bleeding. حتى لو انا شايف ايوه هو كده، حتى لو حاله في الالف ما هو دي مهمه، لو ما طلعتش malignancy اي سبب تاني مش مهم. البناين ليجن ممكن برضه يكون واحد عنده فايبرويد وهي 40 سنه ما رضيتش تعمل عمليه مكمله بيه لغايه المينوبوز، فموجود عادي ما فيهوش منه مشاكل. ممكن يكون ان الست مثلا 70 سنه عليها بليد، جاتك تفحصها اساسا البليد ده مش نسا اصلا، نون جاينيكولوجيكال كوزز، ممكن حاجه يورينا دي هيماتوريا، ممكن ريكتال عندها بايلز او فيشر او حاجه ريكتال كانسر ولا حاجه، وهي مش واخده البال، ست كبيره طبعا في السن،
ف ولكن يكون ممكن يكون cause for bleeding. السؤال هنا what is the most common cause of postmenopausal bleeding? Atrophic vaginitis or endometritis followed by HRT. What is the most serious cause of postmenopausal bleeding is malignancy of the female genital tract. دي الحاجة المهمة اللي أنا لازم إيه أخذ بالي منها أول. So in conclusion أول حاجة الـ age-wise classification of AOB اللي هو الـ abnormal uterine bleeding should be considered. لازم أفكر العينة بتنزف على bleeding الـ age عمرها كام؟ عمرها كذا. ليه طيب؟ عشان أرتب الأسباب في دماغي. عشان أشتغل عليها كويس عشان أعرف أشخصها. طيب الـ premenarchal bleeding بنت صغيرة لغاية الـ age of menarch الـ foreign body and the vulvovaginitis are the common causes of premenarchal bleeding. طيب الـ dysfunctional bleeding ده is the common cause for bleeding in adolescents اللي هي في الـ teenagers وفي الـ perimenopausal period زي ما اتكلمت. طب الـ inherited coagulopathy ده موجود فين؟ The second common cause of bleeding since menarch في الـ adolescents برضه من ساعة المنارك ولو هو موجود هيكمل معاه العمر كله. الـ common cause for bleeding in reproductive age بقى واحدة في الـ reproductive age من 20 40 سنة لازم الـ complication of pregnancy and the complication of contraception followed by benign lesion of the female genital tract. لكن postmenopause the most common cause of postmenopausal bleeding is atrophic endometritis or vaginitis followed by HRT. لكن the most serious cause is malignancy of the female genital tract and should be excluded in every case of postmenopausal bleeding. مهم جدا ان نعمل ورك اب. Proper workup is essential to reach the diagnosis and the treatment usually vary according to the cause identified. حسب السبب حيعالج. This is my conclusion and this is the message to you. So this is the presentation. I hope ان المحاضرة دي يعني كانت comprehensive as I can. أتمنى ان كنتوا يعني اكون غطيت الموضوع بقدر الامكان كويس بالنسبة لكم. لو حد عنده سؤال او استفسار يتفضل يسأل يعني. Otherwise انا بشكركم كلكم واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. يا دكتور اتفضل. دكتور بعد حضرتك ممكن شرح اسباب البوست منوبوزال. حاضر. البوست منوبوزال بليدنج انا قلت ايه البوست منوبوزال بليدنج اول حاجه تعمل بوست اتفقنا احنا البوست منوبوزال اللي هو بعد الايج اوف منوبوز بعد الايج اوف منوبوز اللي هو ايه الاخر بيريد من سنه خلاص كده اسمها منوبوز بليدنج في الفتره دي حتى لو سبوتنج هسميه بوست منوبوز ومهم جدا زيه الهيفي بليد يعني سبوتنج يساوي هيفي بليد هي بعينها نفس الاهميه ايه الاسباب اول حاجه ان الست دي خلاص مفيش هرمونز عندها الاوفري ما بيشتغلش فبيحصل اندوميتريال اتروفي ويحصل فاجينال اتروفي ومن ضمن التشنجز اللي بتحصل واتروف للجسم كله بصفه عامه في المنوبوز فالاتروفي ده بيعمل ثيننج عكس فاكرين لما بقول ان الاستروجين بيعمل ثيكننج اوف ذا اندوميتريوم فديفيشنسي بتاع الهرمونز بتعمل ثيننج اوف ذا اندوميتريوم لدرجه ان البلاد فيزلز تبقى اكسبوزد فبيحصل بليدنج فالبليدنج سببه هنا اندوميتريال اتروفي بيسموها اتروفيك اندوميترايتس او اندوميتريال اتروفي ونفس الكلام من الفاجينا فاجينال اتروفي او اتروفيك فاجينايتس ده سبب. السبب الثاني الاتش ار تي ان ممكن يكون بتاخد اتش ار تي هرمونز يعني وقفت بعدها باربع خمس ايام نزل عليها بليدنج جت تشتكي لو انا مش عارف انها بتاخد اتش ار تي عشان خاصه غلط. ده سبب ثاني برضه بس ده انا قلت مش كومن عندنا في مصر ومش كومن عندنا في الصعيد. الحاجة الثالثة والأساسية والمهمة وهي ديت الشغل الشاغل بتاعنا كلنا المالجنسي اوف ذا فيميل جينيتال تراك هو ده. ده it is not the common but it is the serious cause. The most serious cause of postmenopausal bleeding is malignancy. Malignancy فين يعني؟ ممكن cancer cervix, cancer endometria, ovarian cancer, vulval cancer, vaginal cancer, any cancer في الفيميل جينيتال تراك. يبقى you have to طبعا the commonest is endometrial cancer. You have to exclude. في كل حالة عندها بوست منوبوزال بليدنج you have to exclude. طب اعمل ايه؟ لازم اخد بايوبسي. لازم اخد اندوميتريال بايوبسي في كل حالة. عشان اقول في كانسر ولا مفيش كانسر. مفيش كانسر خلاص. أي سبب تاني ماشي الحال. أتعامل معاه.
وقلنا طبعا ممكن يكون في بناين ليجن بس وموجوده من قبل كده من الاربعينات مثلا، كان عندها فايبرويد ولا حاجه ومكمل معاه، وده رير لكن موجود. وممكن رير كوزس تاني اكسترا جينيتال زي اليورينري كوزس، زي واحد عنده هيماتوريا واحنا نفكره انه ده يوتراين بليدنج، او ريكتال بليدنج واحنا بنفكره ان هو يوتراين بليدنج. دي الاسباب وهاو تو مانج البوست منوبوز بليد. اوكي طب يا دكتور معلش، هو ال HRT دوت اتش ار تي اتفضل انت بتسالي فيه عن نفس ايه هو ده؟ انا بسال هو ايه، ايه هو ال HRT؟ اتش ار تي دي هرمونز، يعني هي الست دي عندها ديفيشنسي في الهرمون دلوقتي، يعني خلاص ما فيش استروجين وبروجستيرون بيطلع من الاوفر، الاوفر ما اشتغلش خلاص، فانا بديها من بره استروجين اند بروجستيرون هرمونال ريبليسمنت ثيرابي، بديها من بره كومبايند زي الحبوب زي الكومبايند اورال كونتراسيبتيف بيلز حاجه زيها بس مش هي. ففي بريبريشن كده بياخدوها كومبايند برضه استروجين اند بروجستيرون في الايش ده عشان تحافظ على الحيويه بتاعتها، زي الممثلين اللي مثلا بياخدوها، ممكن الممثلات بياخدوها، الاجانب طبعا مشهوره وسطيهم يعني. وطبعا ليها مشاكل وليها بدائل ناتشورال دلوقتي، حاجات زي الهيربال ميديسن عشان تعمل نفس الاكشن ويكون ليها اقل في السايد افكتس يعني. ده الاتش ار تي. تمام، شكرا حضرتك يا دكتور. بالعفو دكتور. استفسار ثاني؟ دكتور بعد اذن حضرتك. اتفضل. كان في جزئيه في الادوليسنت بليدنج حضرتك قلت فيها حاجه عن ندي تريتمنت النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، دي كانت تبع ايه الجزئيه دي؟ معلش عشان بس مش فاكره. انا بقول في النون ستيرويد، بصي يعني المانجمنت بتاع البليدنج ان جنرال مش جاست الادوليسنت، يعني سواء الادوليسنت بليدنج انا بتكلم عن المانجمنت اوف ديس فانكشنال يوتراين بليدنج. تمام، الديس فانكشنال يوتراين بليدنج انا قلت انه كومن في الادوليسنس وكومن في البريمينوبوز، وممكن يكون في التشايلد بيرنج بيريود برضه بس ترتيبه جاي متاخر بعد البناين ليجن. فمن ضمن المانجمنت اوبشنز الحاجات الميديكال تريتمنت. لو انا قلت الميديكال تريتمنت او قلت ايه المانجمنت اوبشن هنا بتاع العينه دي، هقول ميديكال تريتمنت وبعدين هرمونال تريتمنت. فالميديكال تريتمنت حاجتين، لا اما ترانيك سيميك اسيد اللي هو الانتي فايبرينوليتكس زي الدواء في السوق اسمه كابرول مثلا او السايكلوكابرول مثلا اللي يعرفوا منكم، والدواء الثاني اللي هو النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز، حاجه على راسها يعني في دواء اسمه الميفيناميك اسيد. النون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز دي بتشتغل ازاي؟ انتي بروستاجلاندين. انتي بروستاجلاندين ديت في بريستور البالانس بتوين ثرومبوكسان والبروستاسايكل، فبيدوها اثناء البيريود يعني. يعني ممكن لو واحد عليها هيفي بيريود، انا قلت الاثنين دول الترانيك سيميك اسيد والنون سترويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي مثلا البروفين، لو تعرف البروفين، الاثنين دول بيتعاطوا في واحده عندها منورجين، يعني واحده البيريود بتاعتها هيفي بتقعد مثلا 8 ايام 9 ايام 10 ايام، فبدل ما اديها هرمون من الاول ممكن ابدا معاها بايه؟ بميديكال تريتمنت زي كده، اديها ترانيك سيميك اسيد 5 دايز وديها نون سترويد ال 5 دايز وتجي لي تاني اشوف اتحسنت ويل اند جود، اف نوت اقلب على الايه؟ الهرمونز الهرمونال تريتمنت، لان انا الهرمونال تريتمنت هتقعد 3 ويكس، لكن لو اتحسنت على دواء 5 ايام اهلا احسن، مش كده؟ ده البليس او البتاع النون سترويد في المانجمنت بتاع الدي او بي اللي هو ديسفانكشن بلين، سواء الادوليسنس او البيني منوبوزال او التشايلد بيريود. اوكي تمام. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور، شكرا جدا. في حد من الاستفسار تاني؟ شكرا خالص يا دكتور لحضرتك، تعبنا حضرتك معانا. الشكر يا حسام، ولو ما فيش اي اسئله ثانيه يعني انا بشكركم كلكم، واللي ليه اي استفسار يعني ان شاء الله في الراوند انا موجود من الثلاث، انا ساعده كمان اكثر واكثر يعني. أتمنى لكم بالتوفيق والنجاح وشد حيلكم وإن شاء الله ربنا يكرمكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام.